السلام عليكم. هل هناك شيء عظيم قادم بسبب تراجع المياه في أغلب الدول المطلة في البحار مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر الميت في الأردن؟ ونشوف هنا فعلا تراجع ملحوظ في مستوى مياه البحر في كل الدول المطلة في البحار، وهنا نشوف رئيس البيئة العالمي يجاوب على هذه الأسئلة وعلى هذه الظاهرة اللي ظهرت لنا منذ أيام. خلي نشوف شنو اللي اتكلم عن هذه الظاهرة، وللأسف جوابه جدا خطير ويحذر من كارثة قادمة، ويمكن سيدمر الشرق الأوسط بأكمله. خلي نشوف هذا الفيديو وتعليقه على هذه الظاهرة، والله يحفظ ويستر كل الدول العالم، واشوفكم بفيديو جديد. سأضوي اليوم على وضع خطير جدا، وأشدد على وضع خطير جدا، وهو تراجع مياه المتوسط شرق المتوسط من الشواطئ. تراجعت بعمق 30 سنتي او 35 سنتي، وتراجعت ككل بحدود المطارح على الاماكن الرمليه اكثر من 80 متر تراجعت لورا، وهذا حدث ما بيصير من النوادر يصير ومش صاير نهائيا. يعني هذا التراجع هو سبب الزلزال ام هو سبب تغير المناخ؟ لكفي هيدي المعلومه كثير واضحه 100%. تراجعوا. اثنين، عندنا الموج البحر بدل ما يكون متجه كعادته شرقا، عم بتروح الموج كله عم بيروح غربا، بما معنى ان هنالك قوه جاذبيه عليا تشد الجاذبيه نحو الغرب، وهذا شيء خطير جدا بالنسبه للصفائح التكتونيه وبالنسبه لدرجه الامان الموجوده بهالمناطق، بما معنى انه كل شرق المتوسط اليوم مهدد بالخطر من جراء هالمعلومه اللي عم نشوفها بشكل واضح، بما معنى انه الجاذبيات الكونيه اللي عم تشتغل بقوه كثير كبيره، فادت الى سحب كميات هالمي الكبيره، سحب المتوسط نحو الغرب. وايضا ستتاثر المنطقه، واشدد ستتاثر بهذه الجاذبيه في حال استمرت لفتره اسبوع او اكثر، ستتأثر الصفائح التكتونية بكل المنطقة العربية، والخوف الأكبر من تحرك فالق نهر الميت وهون البحر الميت، وهون الكارثة الكبرى في حال تحركت هالفوالق الزلزالية بين البحر الميت وبين تركيا سوريا لبنان والداخل، بكل تأكيد سيكون هناك زلازل تتأثر بها المناطق بشكل كبير كبير. يعني أستاذ دومد، يعني لا نريد إخافة الناس، ولكن هذا في حال استمرار التراجع. نعم، بحال استمرار التراجع، ولأننا نصلي إلى الله عز وجل من أجل أن يرحم هذه المنطقة وشعوبها. اللهم آمين. الوضع ليس طبيعيا. بالتأكيد. علينا جميعا الحذر والجهوزية وأخذ الجهوزية من خلال نعرف المنازل اللي منا آمنة على أصحابها يقوموا يعملوا نوع من استبدال أماكن سكنهم لمدة 15 يوم، لأنه الوضع تراجع المياه بواسطة الجاذبية لهالشكل، مما يعني أنه سيحدث شيء ما معين، وخاصة الخطر على الصفائح التكتونية تتحرك. طيب. من هنا